بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو ده ان شاء الله انا هبدأ في السجل بيرج ابليكيشن، وهنشوف ازاي هنشتغل وازاي هنعرض فيها كل بيانات الطلاب، وازاي هنعمل اد وابديت وديليت، وازاي هنعمل السيرش. مبدئيا كده عايزين نشوف الراوتينج بتاعنا هيشتغل ازاي في ال MVC بروجكت بتاعنا. مبدئيا كده دول الاتنين راوت، اللي هقوله ده الصفحة MVC بيج، مش دي اللي هنخليها في الآخر. لكن بالنسبة للكراود ابليكيشن بتاعنا، فدول هما التلاتة راوت الأساسيين اللي هنشتغل عليهم: الراوت الفاضي، الراوت الفيرب على ID، الفيرب اللي هو أبديت أو ديليت، الراوت اللي هو بتوع الآد. التلاتة راوت، الراوت الفاضي والراوت فيرب على ID والراوت اد، هيودونا على كنترولر اسمه هوم، واكشن اسمه جيت اندكس بيج. نشوف دول بيعمل ايه. كنترولر هوم وجيت اندكس بيج، هوم وجيت اندكس بيج بيرجعونا في النهاية الى صفحة ثابتة اللي هي index.html. الصفحة الثابتة دي اللي هيبقى فيها كل الشغل، index.html. طبعا احنا قلنا بما ان في بعض الراوتس تاخد ID زي ده، وبعض الراوتس ما بتاخدش، فهيبقى الID نالبل في الكنترولر ده. طيب في بعض الراوتس اللي هي مثلا اللي فيها الفيرب على ID، ابديت على 5، ديليت على 7، وهكذا. لو الخمسة او السبعة دول مش موجودين، فلازم يودينا للايرور، صفحة الايرور. في راوت اسمه ايرور، راوت اسمه ايرور ده ايه؟ اي راوت اخر غير المذكورين فوق يودينا على اكشن اسمه جيت ايرور بيج. جيت ايرور بيج دي بتودينا بتحذفنا على صفحة اسمها error.html، اللي بدورها ما فيهاش غير رسالة خطأ بسيطة بيج نوت فاوند وبس كده. فلو مثلا عملنا ابديت على واحد، هيخش هنا الاندكس بيج، هيدور على student رقم واحد. لو الستودنت رقم واحد بنال، هينادي الفانكشن اسمها جيت ايرور بيج، اللي هي هتحدفنا على صفحة الايرور. لازم لو هتستعمل الراوت بتاع الفيرب، لازم يكون فيه ID سليم. سواء استعمل الراوت بتاع الفيرب بID سليم، او استعمل الراوت الفاضي، او الراوت بتاع الاد، في تلات حالات هيحدفنا على صفحة index.html، دي اللي هيكون فيها الشغل كله زي ما قلنا. نروح بقى لصفحة ال index.html. صفحة ال index.html مبدئيا هنضيف ال angular reference، ال angular route js file، وعندنا كمية ملفات جي اس هنشوفها واحدة واحدة. الملف الجي اس الأساسي بتاعنا هو ال app.js، ده الملف بتاعي. نفتحه برضه عشان هنحتاجه كتير. طبعا دول كنترولرز لسه ما عملناش، والفاكت دي حاجات هنحتاجها، هنستعملها واحدة واحدة. كنترولرز وفاكتوريز. هنا هنضيف البوتستراب، هنضيف الفونت اوسم، هنضيف الجي كويري والجي كويري فاليديت والجي كويري يو اي والبوتستراب دوت جي اس. البوتستراب دوت جي اس ده طبعا لازم نستعمل، طبعا البوتستراب دوت جي اس والجي كويري يو اي والجي كويري فاليديت لازم كلهم يجوا بعد الجي كويري طبعا. وده CSS بتاع الجي كويري يو اي.
دي الحاجة اللي هنضيفها. كده هنا كود سي اس اس اللي هيظبط شكل الداتا بتاعت الطلبة. ماشي، مبدئيا كده احنا قلنا الملف بتاعنا الأساسي بتاع الجي اس اللي هو الاب دوت جي اس. أول حاجة في الاب دوت جي اس هنعمل موديول جديد هنسميه ماي اب، ده الموديول الأساسي بتاعنا اللي فيه كل الشغل، وهنعمل كنترولر اسمه مين كنترولر. المين كنترولر ده هيبقى مختص بإيه؟ المين كنترولر ده هيبقى مختص بس بالجزء بتاع السيرش. المين كنترولر الداتا اللي تحت دي هتتعرف في كنترولر تاني اسمه الشو كنترولر. المين كنترولر متعرف هنا زي ما قلنا في الـ جي اس. الشو كنترولر ده يعني هنشوفه لاحقا ان شاء الله. هنشوف هنا الداتا. ماشي، نرجع لصفحة الاندكس. صفحة الاندكس اهي زي ما قلنا البين كنترولر فيها البطن بتاع الاد. البطن بتاع الاد ده انا عامل البوزيشن بتاعه انه يكون فيكسد بحيث انه يبقى موجود في اسفل الشاشة دايما، يعني ده في البين كنترولر برضو ده دايما مكانه ثابت مهما نزلنا ومهما طلعنا. وفي السيرش ايتم عامله كدايركتيف زي ما هنشوف. وعندنا ديف كلاس كونتينر في الشو ستودنت. الشو ستودنت ده بيعمل ايه؟ كنترولر بتاع الشو ستودنت، كنترولر بتاع الشو ستودنت هو ده في الكود اللي بيجيب لنا الداتا واللي بينادي على الفاكتوري اللي بيعمل الابديت والديليت. اول حاجه فيه السكوب بتاع الكنترول اللي اسمه شو ستودنت بنجكت فيه السكوب واللوكيشن عشان هنحتاجهم عشان نغير اللوكيشن. وبانجكت فيه اتنين فاكتوري هعملهم لاحقا هنشوف وظيفتهم، ستودنت فاكتوري والداتا ترانسفير فاكتوري، دول لسه هعملهم. عندنا داتا في الكنترولر ده البيج اعملها انيشالايز بواحد زي ما هو واضح. دي فيها البيج اندكس اللي بتتعد، فيها بوليان فاريبل شو مور بتون ده زي ما هو واضح. لو ترو بيظهر الزرار، لو ترو بيظهر الزرار بتاع الشو، لو فولس بيخفيه. وفيها اري اسمه ستودنتس زي ما هو واضح برضو ان هو شايل الداتا، شايل الداتا بتاعت الطلاب المعروضين حاليا، يعني حاليا هتلاقي في الداتا بتاعت 20 طالب. في فانكشن اسمها شو مور. الشو مور دي بتتنادى في بداية الكنترولر في الكنترولر عادي. في فانكشن اسمها دو ديليت دي بتتنادى لما ادوس على الديليت. دي بتعمل ايه؟ بتغير اللوكيشن بتاع البراوزر لسلاش ديليت سلاش اي دي. في فانكشن اسمها دو ابديت دي بتعمل ايه؟ هنشوف بتعمل ايه. في فانكشن اسمها go to student page دي بتغير برضو اللوكيشن الى student slash id. نيجي لأهم فانكشن، هي الفانكشن اسمها ايه؟ do more اللي اسمها show more.
دي الفانكشن اللي بتتنادى في البداية واللي بتتنادى كل لما ادوس على الزرار الازرق، زرار الشو مور. دي بتعمل ايه؟ بتنادي عامل فاكتوري اسمه ستودنت فاكتوري اللي عملتله انجكت هنا، بتنادي على فانكشن في اسمها جيت اول. الجيت اول دي بتاخد البيج اندكس اللي هو في البداية واحد، وبتاخد الكي وورد اللي انا ببحث بيها. طبعا هي في البداية دي بنال، وبترجع برومس. البرومس دي دوت زين، بستعملها ازاي؟ لا دوت زين وانا ببعت لها فانكشن، ودوت كاتش وبعت لها فانكشن. نشوف الستودنت فاكتوري. الستودنت فاكتوري دي اللي شفناها المرة اللي فاتت، فيها فانكشن بتعمل ايه؟ فيها مجموعة فانكشن بتتعامل مع الويب اي بي اي. يبقى الستودنت فاكتوري فيها مجموعة فانكشنز بتتعامل مع، دي زي سيرفيس فيها مجموعة فانكشنز بتتعامل مع الويب اي بي اي بتاعتنا. ودي اليو ار الز اللي احنا شفناها في الفيديو اللي فات. في فانكشن اسمها ديليت بتاخد اي دي، وبتعمل اجكس ريكويست لليو ار ال ده زي ما شفنا المره اللي فاتت، وبترجع بروميس. فانكشن اسمها ابديت بتاخد اوبجكت وبتبعت على اليو ار ال ده بالفاريبل بوست، بترجع بروميس. فانكشن اسمها جيت ستودنت دي بتاخد الاي دي بتاع الستودنت، وبترجع برضه بتروح لليو ار ال اللي بيرجع يوزر، والفانكشن نفسها بترجع بروميس. فانكشن اسمها ستودنت بتاخد اوبجكت وبتروح لليو ار ال المناسب بالفاريبل بالفيرب المناسب، وبترجع بروميس. عندنا هنا الفاكتوري في الخمسة فانكشن بتوعنا لازم يرجعوا لليوزر. ده الستودنت فاكتوري ببساطة. اهم فانكشن فيهم اسمها ايه؟ فانكشن اسمها جيت اول ستودنت. جيت اول ستودنت تاخد البيج اندكس اللي هو في البداية بواحد، والكي وورد اللي بنسيرش فيها اللي هو في البداية بيكون امبت سترينج. انا هنا مثبت السايز اللي بيرجع ب10. طبعا هو الافضل ان انا اخلي ده متغير، بس يعني للسهولة يعني اخليه 10 دلوقتي. لو الكي وورد فاضي اللي بتبقى مربوطة، الكي وورد دي بتبقى مربوطة بالاوتو كومبليت. لو الكي وورد فاضي مفيش سيرش يعني، فهنادي الفانكشن بتاعتنا اللي هي الاي بي اي ستودنت، هنادي اليو ار ال بتاعنا الاي بي اي ستودنت 10 زي ما قلنا المرة اللي فاتت في الويب اي بي اي كونفيج. هينادي الفيرست بيج، هينادي الفانكشن اسمها جيت فيرست بيج في الويب اي بي اي. لو في كي وورد يبقى هينادي اليو اي بي اي على ستودنت على الكي وورد على 10 على البيج زي ما شفنا في الويب اي بي اي المره اللي فاتت. اي بي اي كونفيج اي بي اي على ستي اهو. لو في كي وورد اي بي اي على ستودنت على كويري على سايز اللي هو 10 على بيج، ده الفاكتوري. اي بي اي على ستودنت على الكويري على 10 على بيج اللي هو السايز على بيج. لو ما فيش كي وورد يبقى اي بي اي على ستودنت على سايز على بيج مباشرة، السايز ب10 نثبت هنا كده. الستودنت فاكتوري ما فيهوش اكتر من كده يعني، مش هنرجع له تاني يعني. الشو ستودنت نرجع لفانكشن اسمها شو مور. هنعمل هنادي الفانكشن اسمها جيت اول جوه الفاكتوري، هنبعت له البيج اندكس والكي وورد، هيرجع لنا برومس. البرومس ده هنعمله دوت زين، هنبعت له فانكشن. الفانكشن دي في حالة ان ما حصلش ايرور، ودوت كاتش
دي هتتنهي ده لو حصل ايرور. ماشي، في الدود في الفانكشن اسمها زينبا هنعمل ايه؟ هنبعت فانكشن اوف داتا، لو داتا دوت داتا دوت لينس ايكوال زيرو، يعني مفيش داتا رجعت من الاجكس كول ده. يعني ايه مفيش داتا رجعت؟ يعني دي اخر صفحة موجودة، ساعتها خلي الشو مور باتون بفولس. يعني لو دي اخر صفحة خلي الزرار الازرق هيبقى اللي هو بقى ما يظهرش، واطبع كلمة دم. لو رجع داتا مظبوط تعمل ايه؟ تزود البيج، البيج كانت واحد خليها باتنين، وغير الاراي اللي اسمه ستيودنت. الاراي ده اعمله كونكاتينيت مع الداتا اللي رجع، يعني كان في 10 ستيودنت رجع لك 10 تانيين، اعملهم كونكاتينيت وحطهم في الستيودنت. يعني عمليا دول كده 20 ستيودنت، الاراي فيه 20. لو دوسته انا عامل ستوب، اسف عامل ستوب، هنشغل من اول جديد. طيب لغاية ما يشتغل هنقول برضو ان احنا محتاجين نشيل معانا السكوب بتاع الشو، بتاع الشو كنترولر، بتاع الشو الستيرين كنترولر، لان احنا هنحتاجه في كل الكنترولرز التانية. عشان كده عملنا حاجة اسمها داتا ترانسفير فاكتوري. الداتا ترانسفير فاكتوري دي هتبقى حاجة عاملة زي الهاش تيبل. حاجة عاملة زي الهاش تيبل بتاع السي شارب. بالظبط كده، هي شايلة اوبجكت لمجرد فاكتوري، شايل اوبجكت في اتنين فانكشن، فانكشن اسمها جيت ايتم وست ايتم. ست ايتم بتاخد ايتم نيم وفاليو وتستهم في الداتا في الفاريبل بتاعنا. data of item name equal value. الجيت بترجع
الايتم نيم بروبرتي بتاعت الاوبجكت، يعني حاجه زي الهاش تيبل بالظبط، يعني مش اكتر من كده، حاجه زي اندكس. فدي الوسيله اللي هتساعدنا ازاي ننقل داتا ما بين انجولار كنترولر للتاني. فاحنا هنا في الشو ستودنتس كنترولر، واحنا بنجيب الداتا، هنست حاجه اسمها داتا سكوب، هنحط فيها السكوب بتاع الشو ستودنت كنترولر، لان احنا هنستعملها في الكنترول بتاع الديليت وبتاع الابديت وبتاع الاد، لازم هيكون معانا دايما. المهم كده الدنيا اشتغلت. كنا بنقول ايه بقى؟ كنا بنقول ان لو الداتا اللي راجعه الطول بتاعها بصفر، يعني نو مور داتا، مفيش داتا جديده، هنخلي الشو مور باتون بفولس عشان يخفي الزرار الازرق. اشتغل بالفايرفوكس افضل. عندنا في البداية 10، أول صفحة، تاني صفحة، كده بقى عندنا 20، تالت صفحة، رابع صفحة، وآخر صفحة. لو دوسنا تاني هيرجع داتا دوت داتا وزيرو، فالزرار الأزرق مش هيبان. ليه يبان؟ ملوش فايدة. شو مور باتون ايكوال فولس، والسكوب دوت ستودنت القديم بنعمل عليه كونكاتينيت بالداتا الجديدة، والستودنت اري الجديد بيبقى شايل الداتا كلها، والسكوب بتاعنا زي ما قلنا بنخزنه عشان هنحتاجه. نخزنه فين؟ في الداتا ترانسفير فاكتوري. طبعا انا عامل لها انجكت فوق داتا ترانسفير فاكتوري. طبعا بما اننا هنستعمل اتنين فاكتوري جداد، وهنستعمل كنترولر اسمه شو ستيودنت، يبقى لازم الملفات دي نضيفها معانا في الصفحة اللي هنشتغل عليها اللي هي ال HTML. ادي ال ستيودنت فاكتوري اضفناه، ال داتا ترانسفير فاكتوري، وال شو ستيودنت برضو اضفناه، لازم يكونوا موجودين معانا. نرجع لصفحة الاندكس ال HTML، عندنا الديف اللي بيعرض الداتا، بياخد من الكنترولر على شو ستيودنت، بيعمل ايه؟ بيعمل ريبيت على ستيودنتس اري. كل الستيودنتس اري، ال 41 element الموجودين حاليا هيلف عليهم واحدة واحدة. طبعا ده هنا بوتستراب كلاسز عشان تبقى الدنيا ريسبونسيف. كل إليمنت منهم في صورة زي ما احنا شايفين، صورة. الصورة دي الباص بتاعها ال NG source بتاعها، بياخد من folder images student.gender اللي هو يا F يا M دوت BNG. في صورة، في folder اسمه images، في صورتين، واحدة F دوت بي ان جي، واحده ام دوت بي ان جي، بناء على الجندر بيغير الصوره. سيمبل بايندينج يعني. ستودنت دوت نيم اللي هو ستودنت دوت نيم الاسم، القسم ستودنت دوت ديبارتمنت اوبجكت اللي هو فيه الاي دي والنيم بتوع القسم، دوت نيم اللي هو اسم القسم. بعد كده الدايره معروض فيها انا دوست على حاجه غلط، مش مشكله. الدايره فيها السكور بتاع، او فيها الدرجه بتاعه الطالب، اعملها على شكل دايره
ستاندرد سكور هنا الصورة والاسم عامل انك لما تضغط عليهم ان جي كليك بينادي الفانكشن اللي اسمها جو تو ستودنت بيج، جو تو ستودنت بيج اللي في الشو نشوفها، نرجع نشوف كانت بتعمل ايه. جو تو ستودنت بيج كل اللي بتعمله انها بتغير اللوكيشن، تعمل ريدايركت على ستودنت على اي دي، دي الصفحة بتاعة ال MVC السنجل بيدج التانية، السنجل بيدج ابلكيشن التاني اللي احنا قلنا هنعمله في الاخر، بيعمل ريدايركت على ستودنت على 13. دي سنجل بيدج تانية مختلفة عن الأولانية، قلنا هنتعلم فيها شوية حاجات مختلفة، والراوت بتاعها متظبط في ال MVC، في ال MVC راوتينج ستودنت على كذا. برضه نبص على الراوتينج بتاعها بسرعة كده، راوت كونفج على ستودنت على اي دي بتودينا على الصفحة دي. ماشي، نرجع تاني لصفحتنا، صفحة الاندكس. صفحة الاندكس فيها اتنين ايكون في الاخر، فونت اوسم ايكون، ايكون للبنسل اللي هي بتعمل ايديت، وايكون للتراش اللي هي بتعمل ديليت. طبعا فونت اوسم بسيط جدا، ممكن اي حد يعرف انجولار فاكيد يعني بتعامل مع الحاجات البسيطة دي. الكود بتاع الايكون بتاعت القلم بتنادي على فانكشن اسمها دو ابديت بتاخد الاي دي، والايكون بتاعت الديليت بتنادي على دو ديليت، الاتنين موجودين طبعا في الكنترولر بتاعنا، دو ابديت ودو ديليت. الدو ديليت بتغير اللوكيشن الى ديليت سلاش اي دي، الدو ابديت بتعمل ايه؟ بتجيب الايتم بتاعنا سكوب دوت ستودنت، الاري بتاع الطلبه دوت فلتر بالاي دي، بتجيب الايتم، بتجيب العنصر اللي جوه الاري المقابل للطالبه اللي انا ضغطت اديت عليه، وبخزنه. طبعا العنصر ده محتاجين ان احنا نوديه فاكتوري تاني، فهننقله برضو عن طريق ايه، الداتا ترانسفير فاكتوري زي ما شرحنا قبل كده، وهنخزنه جوه عنصر اسمه ايتم. يعني دوسنا على الاليمنت، دوسنا كده، لو اول ما ندوس ايه اللي هيحصل؟ ودينا على ابديت على 24، نادي الفانكشن اسمها دو ابديت. الاليمنت ده نفسه المستطيل ده، المستطيل ده مربوط بعنصر في الاراي، العنصر رقم 2، العنصر ده هو الايتم. العنصر ده هنخزنه في الداتا ترانسفير فاكتوري اللي هو الهاش تيبل بتاعنا عشان هنحتاجه بعد كده، وهنغير الباص لابديت على اي دي. ماشي تمام، نرجع ده كده، ده كده الجزء الاولاني بتاعنا في الصفحة، في صفحة الاندكس. طبعا بما ان هنستعمل راوتنج فلازم يكون في ان جي فيو اليمنت موجود، عشان ده اللي هيتعرض فيه كل الاليمنتس بتاعتنا. ده كود كومنتد مش وقته دلوقتي. ماشي، نرجع للصفحة بتاعتنا الجافا سكريبت الأساسية المربوطة بالصفحة، نشوف احنا عرفنا فيها ايه. عرفنا فيها الكنترولر بتاعنا، المين كنترولر ده اللي هيظهر فيه، قلنا الاوتو كومبليت، وعملنا فيه انجكت للداتا ترانسفير فاكتوري لان ده الهاش تيبل بتاعنا اللي مخزن السكوب بتاع الشو كنترولر، ومخزن الايتم اللي بيدوس عليه ايديت.
ده الدايركتيف بتاع السيرش ايتم اللي هو اللي معمول عشان يعرض الاوتو كومبليت. لسه هنرجع له. ده الكود الموديول دوت كونفيج ده اللي بيعرض الراوتينج بتاعنا. ده محتاجين نبص عليه هنا. لما الراوتينج يجي لك سلاش، لما الكلاينت سايد راوتينج يجي لك ابديت على ستودنت اي دي، روح على الابديت ستودنت. ده الفيو، ده زي فيو وده زي كنترولر. يعني احنا هننظم المشروع ازاي؟ احنا عندنا فانكشنز اساسية ابديت ديليت اد غير الشو. فهنعمل فولدر اسمه كومبوننتس، جواه كومبوننت اسمها ستودنت. الستودنت ده جواه اتنين فولدر، فولدر اسمه كنترولرز، فولدر اسمه فيوز. في فيو اسمه اد ستودنت، ديليت ستودنت، ابديت ستودنت. الكنترولرز في ملف جافا سكريبت اسمه ديليت كنترولر، ديليت ستودنت، كنترولر ابديت ستودنت، كنترولر اد ستودنت، وكنترولر للشو بتاعنا اللي احنا شفناه. نرجع للادو جي اس. الادو جي اس بقى هي اللي بتربط الدنيا كلها ببعض. لو جالك يو ار ال ابديت، اعرض الفيو اللي اسمه ابديت دوت اتش تي ام ال مربوطا بالكنترولر اللي اسمه كنترول ابديت. لو جالك سلاش ديليت، اعرض الفيو اللي اسمه ديليت دوت اتش تي ام ال مع الكنترولر اللي اسمه ديليت. لو جالك سلاش اد، اعرض التمبلت، اعرض الفيو اللي هو اد ستودنت دوت اتش تي ام ال مع الكنترولر اللي اسمه اد. مفيش اذر وايز، يعني مش هنسمح باي حاجه زياده. يعني احنا هنمنعها من السيرفر سايد. اي حاجه مختلفه هترميني على الايرور بيج، احنا مش محتاجينها. يعني الداتا دول مهمين جدا، لان من غيرهم اليو ار ال هيبقى شكله وحش وهيبقى فيه هاش. لازم نخلي ال اتش تي ام ال مود انيبلد. من غير الكود ده ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. الغي الكود ده واعمل سيف ماشي، واعمل ريفرش. مجرد تعمل ايديت كده شفت اللي حصل هنا. الكلام ده ما ينفعش يكون موجود، عايزين نلغيه. اللي بيلغيه هو التلات اسطر اللي انا عملت لهم الكومنت دول. رجع الدنيا زي ما كانت، سايب مرة تانية. الغي هنا، دوس اديت، نعمل ريفرش. اسف، نعمل ريفرش. الابديت مفيش الهاش، تمام. ماشي، فاحنا كده تقريبا استعرضنا كل حاجه في الاب دوت جي اس وفي الاندكس دوت اتش تي ام ال. ناقص بس حته ليها علاقه بالبوت ستراب موديل. ويعني كان في مشكلة بتحصل في البوت ستراب مودل. لو الأول نخفي الكود ده عشان نعرف وظيفته ايه. ونعمل ريفرش. ماشي تمام. مثلا هنشغل المودل بتاع الايديت. المفروض لما اعمل باك يرجع تاني. بس بترجع زي ما انتوا شايفين كده، بترجع الدنيا. في طبقة تبع المودل لسه موجودة ما اتلغتش. الكلام ده ما ينفعش طبعا، لازم نلغي الطبقة دي، اللاير دي. فاللاير دي هنشوف كده ايه اسمها ولا ايه الحاجة المميزة فيها. اللاير دي عبارة عن ديف للكلاس اسمه مودل باك دروب. لازم نلغي المودل باك دروب ده لو عملنا باك او فورورد.
طيب بتتعمل ازاي الحكاية دي؟ نرجع الكود بقى. الفانكشن اسمها مود دوت ران. الروت سكوب اللي هو السكوب بتاع الاساسي بتاع الموديول، لما يحصل لوكيشن شينج، ده الايفن ده بيحصل لما يحصل باك او فورورد في البراوزر، عايزينه يخزن اللوكيشن دوت باص اليو ار ال. ونقول هنا لو نتشك بقى، لو حصل تغير في اللوكيشن يعني حصل باك او فورورد، تعمل ايه الاليمنت ده اللي هو باك دروب، ده المود الباك دروب ده اعمله فيد اوت. فيد اوت يعني اخفيه. بالتالي لو عملت باك او فورورد وكان موجود الاليمنت ده هيختفي. دي وظيفة الكود ده. نعمل ريفريش تاني. ابديت. لو عملنا باك بالظبط كده حصل فيد اوت. كده نبقى تقريبا استعرضنا كل حاجة في الاب دوت جي اس والاندكس والشو ستيودنت. بس طبعا لسه ما استعرضناش ازاي نعمل السيرش. احنا استعرضنا بس الجزء الاولاني اللي هو ازاي نعرض الداتا وازاي نعرض الشو مور. في حاجة نسيت اقولها. احنا كنا قلنا ان الزرار الازرق ده مربوط بالفاريبل اللي اسمه شو مور. نسيت اوريكم الجزء ده. الاندكس دوت اتش تي ام ال البطن اللي اسمه شو مور. الاول بالظبط كده. ان جي كليك بتنادي الفانكشن اسمها شو مور، اللي بدورها بتزود البيج اندكس وتعمل كول جديد. وان جي شو بتاعه مربوط بشو مور بطن. لو بترو يبقى الشو بترو، لو فورس مش هيظهر معايا. كده يبقى خلصنا كل حاجه في الكنترول اللي اسمه شو. طبعا ده مجرد حاجه سي اس اس بيظهر اليوزر والصوره حجمها قد ايه والتوصيل بتاع الحاجه والايكونز مكانها فين في الشاشه، والبطن ادو اللي هيكون البوزيشن بتاعه فيكسد، والي زد اندكس عشان يبقى اعلى من كل حاجه. سي اس اس بسيط يعني اي حد يقدر يفهمه بسهوله يعني. يبقى كده الفيديو ده عملنا سيمبل انجولار بايندينج وشفنا الاستراكشر بتاع الابليكيشن، الكومبوننتس فولدر، وشفنا الراوتينج بتاعه بيشتغل ازاي في المود الكونفيج. شفنا الكونفيج، شفنا الفيوز والكنترولرز وازاي بنربطهم ببعض وازاي بنعمل الاستراكشر المظبوط بتاعنا. ان شاء الله المره الجايه وشفنا الفاكتوريز. شفنا اتنين فاكتوريز عملناهم، الستودنت فاكتوريز اللي في بعض الفانكشنز اللي بتدي الويب اي بي اي، وفي الداتا ترانسفير فاكتوري اللي عامل زي الهاش تيبل اللي بينقل داتا من كنترولر لكنترولر تاني. ان شاء الله المره الجايه هنشوف ازاي نعمل دايركتيف وايه اهميه الدايركتيف ده، وهنشوف ازاي هنعمل السيرش اوتو كومبليت عن طريق الجي كويري يو اي اوتو كومبليت اليمنت. شوفنا ازاي نعمل ترانسفير عن طريق فاكتوري، سميناه داتا ترانسفير فاكتوري. يبقى كده الفيديو ده ان شاء الله انتهى، والمرة الجاية هنعمل ان شاء الله السيرش. طيب شكرا.